السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا واحد الإعلامي خونا عادل، يسموه عادل وهو ليبي، ويرسل لي هذا المنشور وقال لي أخ شوبير أنا صحة تحياتي لكل خوتنا الليبيين والشعب الليبي يعني والكرة القدم الليبية. قال لي الأخ شوبير كيف تهدر على مصر، تهدر على تونس، تهدر على المغرب، تهدر على السعودية ولا كلمة على ليبيا؟ والله لا ناصرت ليبيا أمام الكاميرون ديك خطرة ناصرتها، والله لا نتبعهم هذه هدرة خويا، ما كاش كاع مشكل خويا. أرسل لي هذا البيان، هذا المنشور على وين قال لي الاتحاد الليبي يعزي صفوفه بمهاجم من الدور المجري. هذا خونا راه أرسل لي أخ ليبي ومشكور، يعني الحمد لله يا ربي كاين خوتنا ليبيين، كاين تونسيين، كاين مصريين، كاين حتى سعوديين، كاين حتى مغاربة، يعني وين يرسلوا لنا وحنا نهضروا. هذه أخ ليبي أرسل لي هذا المنشور. عادل هذا عادل كاتب دايلو عادل عليه اخويا، رانا هنا ارسلونا نهضروا، ماذا بينا مواضيع، احنا ماذا بينا مواضيع في كرة القدم. انا كي نتكلم كرة القدم هذه هي. وين اعلن نادي الاتحاد الليبي برئاسة محمد اسماعيل تعاقده الرسمي مع الدولي السوداني ياسين حامد قادم من مشي الدولي السوداني يسمى يعني اسمه السوداني ياسين حمد قادما من نادي يعني المجري، والذي يلعب في الدوري المجري للدرجه الثانيه في سبقه انتقال حر خلال يعني فتره انتقالات الصيفيه الحاليه. هذه يعني من قال لك السوداني. المهم وين يحوسوا يعني الدولي السوداني ياسين حمد وين يحوسوا يعني قال لك باللي يحوسوا يجنس على حسابي على حسابها، قال لي وين يحوسوا يعني يجنسوه من الدور المجري. وسيسجل حمد كلاعب محلي لمدة موسم واحد، وذلك بعد قرار اتحاد كرة الليبي القاضي بمعاملة لاعبين سودانيين كلاعبين محليين في ظل توقف نشاط كرة القدم هناك. وقال النادي الليبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صقر من صقور الجديان اختار الالتحاق من أعلى قلعة باب بن غشير لعاب ياسين حمد برفقتنا. الاتحاد الليبي يعزز صفوف يعني المهاجم السوداني ياسين حمد، ويعد المهاجم الدولي السوداني ياسين حمد البالغ من العمر 24 عام إضافة هجومية مميزة لنادي الاتحاد الليبي في الموسم الكروي الجديد 2024-2025. وولد ياسين حمد من أب سوداني وأم رومانية، ونشأ وترعرع في رومانيا، وبدأ مسيرته في أكاديمية ليبارتي صالون الرومانية والتي كانت شاهدة على ميلاد النجم اليافع آنذاك، والذي بدأ مسيرته الاحترافية مع ناديه توريس في عام 2016 كأصغر لعاب في الدور الدرجة الأولى الرومانية، وانضم اللعاب بعدها إلى نادي سي إف آر كلوج في العام 2017، وبعدها للفريق سي بي سي الروماني، ومنها احترف في الدوري المجري من بوابة توران يعني المجري، ولعب ياسين حمد 10 مباريات دولية بقميص المنتخب السوداني منذ عام 2019، وشارك في البطولة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت في الكاميرون عام 2022. ما ينجموش أنا خصني غادي جنسو، لا ما ينجموش صحيح. وفي سياق ذاته حسم نادي الاتحاد الليبي 5 صفقات جديدة أخرى حتى الآن في موسم انتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعداد لموسم كروي جديد 2024-2025. وتعاقد النادي مع الدولي الفلسطيني عامد يعني في النجم وسط فريق يعني سلطنة الأردني في صفقة انتقال حر، كما ضم متوسط ميدان فريق 5 يعني الخامس موريتاني سيد يعقوب، وتعاقد كذلك مع الموهوب المعتصم بالله
يعني قرب يعني 17 عام لعب وسط المنتخب الليبي ونادي أصليا في صفقة انتقال حر، كما ضم الاتحاد لعاب خط الوسط عمر قليب في صفقة انتقال حر قادما من نادي الملعب الليبي، ومدافع نادي أصليا أحمد الكعمي. وتسعى إدارة النادي الاتحاد الليبي لكرة القدم نادية جديد لإعادة الفريق الأول إلى الواجهة محليا، وذلك بعد إخفاق في التأهل إلى السداسي المرحلة التتويج باللقب الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي 2023-2024 في حدث غير عادي في تاريخ الفريق، أكثر تتويج باللقب المسابقة برصيد 19 لقب. يعني أكثر نهدرنا أخويا على حسب ليكم جايبين غادي تجيبوه غادي تجنسوه، بصح هو لا راه لاعب مع موريتانيا وراه لاعب مع السودان مع السودان، قلت لك موريتانيا مع السودان يا خويا. المهم راه لاعب الله راني هدرت قالت لنا كاش حاجه ولا حاجه جديده ولا تشوف كيفاش الناس قاعد الناس قاعد تخدم الناس قاعد يخدموا ويطوروا في روحهم ويخدموا كلش عادية، خاصة البطولة الوطنية المحلية هي اللي تعطيك حلول، اللي تعطي حلول منتخبات المنتخب الأول. أنا نقول لك ولي يمدوا لك راهي قسنطينة ربح الشباب، قسنطينة ربح نادي الرياضي قسنطيني الجزائري ربح على ربح 2-1 ملاعبي 66 دقيقة. على بالي بلي غادي يوصلكم روطار الفيديو بصح ليله السوداني الأهلي بنغازي 64 دقيقة هذا ولي صفر. آسيا ديال زوج تسمى لكي 8 9 ايوا يلي هادو خلي ما ربي يتسمع خلي آية النور يلعب لعب شحال خسر راكم تعرضوا آية النور حاسم في مباراته 100 مع وين حسم مع في مباراته 100 مع فول عام يا ودي مع النادي تاعو يا ودي خاسر خسر 5-2 خليتو خاسر 5-2 64 دقيقة لاعبي خاصين 5-2 إيه سكتو ودع عمي غرد خسر لا إله إلا الله أنت تتكلم وأنت غادي تقمر وقتك مازال ما نعرف والله
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.